ولكن الآن من المدينة إلى تبوك ينضم إلي سعادة الأستاذ الدكتور عويض العطوي أستاذ البلاغة في جامعة تبوك سابقا. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا. يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله. احنا حقيقة حببنا أن نجري معك اتصال هذه الليلة الختامية لهذه الحلقة، لأولا نتوجه بالشكر لله عز وجل ثم بالشكر لك على ما تحفتنا به من حلقات سابقة في التدبر والغوص في معاني كتاب الله عز وجل. شاكرين ومقدرين جدا لك يا دكتور. وأنا أيضا حقيقة شاكر لشبكة المجد أولا، ولك أخي عبد الله والأخ ناصر الذين قدموا هذه الحلقات المباركة، وإحنا اليوم معكم حقيقة مشاركة وليس كالعادة تحليل آيات يعني. الله يكرمك. لكني حقيقة بودي دكتور أن نخرج فيها الدقيقة والدقيقتين لمفاتيح كيف نصل إلى تدبر كتاب الله عز وجل، كيف نقرأه، ما الكتب التي تنصح بها للرجوع إلى هذه المعاني العظيمة التي قد يعني تصادفنا عرضا أثناء التلاوة والاستماع. طيب بإذن الله، لكن الموضوع كبير، لا أنا سأختصر بقدر ما أستطيع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أول شيء أبارك حقيقة لكم أخي عبد الله والإخوة القائمين على هالبرنامج اختتام هذه الدورة البرامجية، وإن شاء الله القادم أفضل وأحسن الله. بإذن الله بإذن الله تعالى. الحقيقة تدبر القرآن يقوم على أسس ويحتاج إلى جهد، وأصلا كلمة التدبر بحد ذاتها هي صيغة تفعل، وأي صيغة تفعل في اللغة العربية تدل على بذل الجهد، فلو قلت تصبر ولا تعلم ولا كلها تحتاج إلى جهد يبذل. نعم. من يتصبر يصبره الله إلى آخره، وكذلك التدبر، فالتدبر لابد له من جهد ويعني صبر و يعني متابعة وبحث وتنقيب وأحيانا تكرار. من المفاتيح أخي الكريم، أولا حقيقة التلاوة المتأنية للآيات التي أمام الإنسان يتلوها مرة، من المفاتيح أيضا التكرار للآية والآيتين والثلاثة، أما الهد السريع هذا ما ينفع. صحيح. فلا مانع أن يكررها مرة ومرتين مع تلاوة هادئة. أيضا من المفاتيح حقيقة وهو يمكن يتعلق بموضوعكم وبرنامجكم وهو الذي أريد أن أركز عليه، الأسئلة. يا سلام. التساؤل، التفكير في وطرح الأسئلة على نفسه الإنسان. هذا البرنامج اللي أمامنا الآن برنامج مسابقات يقدم معلومات قرآنية من خلال أسئلة، هذه الأسئلة توصل معلومة، توصل معنى، توصل شيء في القرآن. أحيانا هذا الأسلوب أثبت من سرد محاضرات أو معلومات، ولذلك مما يدل على هذا أنه من أعلم الصحابة بالقرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن أهم صفاته أن له لسانا سؤولا كما قال عنه عمر رضي الله عنه، يعني عمر يقول كان يجله ويقربه ويقدمه، وكان بعض يعني الصحابة وبعض المهاجرين يقول ألا تدعو أبناءنا كما يعني تدعو ابن عباس، قال ذلك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. نعم. حقيقة موضوع الأسئلة في القرآن بشرط أن تكون تليق بقدسية القرآن. نعم. الأسئلة لا تليق ولا تتناسب. نعم. فأنا مجرب هذا الأمر، لو وضعت أمامك آية ولو من سطرين أو ثلاثة وبدأت تسأل ما سر تقديم هذه الكلمة، لماذا ذكرت هذه الكلمة ولم تذكر في السورة الفلانية، لماذا قدمت هذه وأخرت هذه، أسئلة تتناسب مع النص الذي أمامك. نعم. ستخرج بعشرات المعاني، وبعض الأسئلة قد لا تستطيع الإجابة عليها لحظتها، فتضطر إلى تذهب إلى التفاسير فتبدأ بالتعمق، وتضطر أحيانا إلى سؤال المختصين فتبدأ بالتعمق وتخرج بدرر ما كانت على البال. لذلك أنا يعني أركز على هذه النقطة لأنها. نعم. مناسبة حقيقة لي. نعم. لي 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 لهذا الأمر. عبد الله بن عباس رضي الله عنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال اللهم علمه الحكمة، وقالها قال مرتين، يقول قالها لي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا أيضا يدعونا أن الإنسان يدعو ربه دائما أن الله يعلمه ويلهمه ويفتح له ويعمل هذه الأمور. من الأشياء أيضا أخي كريم حضور دورات التدبر، استماع لها، أيضا حضور دورات أصول التفسير حتى لا يزل الإنسان ولا يعني يميل إلى معاني غير صحيحة. من الأمور اللي أحب أنبه عليها دائما في التدبر وغيره، لا تستنبط معنا أو تدبرا واللفظ الذي أمامك في النص لا يدل عليه،
بمعنى أنك إذا ظهر في ذهنك معنى اسأل نفسك أين المفردة واللفظ الذي يدل عليه، ما وجدت اعرف أن هذا التدبر يعني معنى هكذا جاء بدون دليل. لا بد أن يكون نص موجود أمامي إما من كلمة أو من حرف أو من معنى، والمرجع في ذلك إلى لغة العرب. أنا حقيقة ما أريد أن أطيل عليكم، أحببت أشارككم في هذه الليلة، ونحن والله مستمتعين الوقت ضيق. الله يبارك فيك ويحفظك وجزاك خير الأستاذ دكتور عويض العطوي أستاذ البلاغة بجامعة أبوك سابقا، شكر الله لك.